عبد الحال الحافظ الذي قضى ليلة الاثنين الماضي وكانت ليلة قاتمة السواد، سهرت فيها القاهرة بل الجمهورية عن بكرة ابيها، واحتفلت بالعنتليب اكثر من احتفالها بمولد المصطفى. الى متى الغفلة؟ احتفلت بمطرب مراهق عجوز عندما ظهر على خشبة المسرح كما وصف لنا الواصفون. قامت فتاة فقدمت له باقة من الزهور على خيبة ايه؟ هل جاء بمفاتيح المسجد الاقصى؟ هل اعاد الاندلس؟ هل اعاد جزيرة صقلية؟ هل اعاد الجمهوريات الاسلامية التي ترزح تحت حكم الروس؟ هل اعاد بلاد فلسطين مهبط الانبياء؟ باقة زهر على ماذا؟ على ماذا؟ واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. على ماذا؟ على اغنية اقترح على المسؤولين بالتربية والتعليم ان يقرروها على الثانوية العامة قسم ادبي. كلام فارغ تمجه الاذان، اغنية طويلة عريضة تدور حول معنى تافه. كان امشي مع احد اصحابه فلقيته فتاة احلامه فضحكت، ووقف المطرب في حيرة، اتضحك له هو ام لصاحبه؟ حيرة، صراع، قضية الشرق الاوسط، نزاع، الم، اتضحك له هو ام تضحك لصاحبه؟ وقرر ان يمشي وراءها مع ان الطريق شاق، وصار وراءها يريد ان يعلم بقلبه الذي يتلظى على وهج الحنين بعدما صارت فيه لواعج الوجه. اتحبه هو ام تحب صاحبه؟ يا خيبة الله جد السير مسرعة. واخيرا ارسل لها رسالة مكونة من كلمتين اثنتين، اتدرون ماذا قال فيها استاذ الجيل؟ قال لها اريد منك كلمتين، ريحيني وقولي لي انا فين. المطرب لا يدري اين هو، ألعبت الخمر برأسه ام ماذا؟ واخيرا جاءه الرب على جناح السرعة وقالت له ان الضحكة كانت لك وانا احبك يا اسمراني. يا بنات مصر انها تحب الاسمراني، الرجل الذي لم يتزوج وابى ان يتزوج. اهذا كلام يذاع على اسماع بناتنا؟ يا لله. ده مرة الكلب بتاع ام كلثوم عض واحد في الزمالك عض وعره خبره، راح الراجل اشتكى الست النيابة، حفظت الشكوى وقالت ان السيدة ام كلثوم تعتبر ثروة قومية لا تعوض، فلا يجوز ان نوجه اليها اللوم ولا العتاب. انما ده راجل معذور، قال ما دام كلب الست تبقى حصلت البركة. الله يبارك. مين اللي سايل؟ سبحان الله. امال ايه؟ امال ايه؟ مش كلب الست اللي عندك؟ خلاص. انت حاجة عظيمة يا اخو. ده يعتبر وصام شرف. ده نشان، ده دكتوراه يا ابني. ها؟ مش سنانه الحمد لله. غير الدكاوي. خلاص يا اخي. انا سمعت شقيس بتاع زمان لما يقول امر على الديار ديار ليلى. اقبل بالجدار وبالجدار.
وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب ما ارتكن الديارة. فالكلب هو فيه ريحة من ريحة السن وكله في حبك يهون. حفظت الدعوة وانتهت وانتهت. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولقد امتلأت نفسي دهشة وانا اقرأ تركة احد المطربين الذين ماتوا منذ اسابيع قليلة وشيع جثمانهم في مشهد مهيب وبلغ من نفاق الصحابة الصحافة بلغ من نفاق صحافتنا انها وصفته بشهيد الفن. ولست ادري ما معنى الشهادة. اكل من مات نسميه شهادة؟ نسمي كل من مات شهيدا حتى ولو كان فتريس لومومبا. يوم مات لومومبا الكافر سميناه شهيدا. ويوم مات الفنان الشهير وشيعت جنازته من ميدان التحرير اطلقت عليه الصحافة شهيد الفن. اي فن هذا الذي له شهداء؟ فن عوازل فلفله ما قال لي غلفله. اي فن؟ اي شهادة؟ ان الشهيد هو الذي يقول الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل. هذا هو الشهيد. الشهيد هو من قتل في المعركة لانه كان يقصد بجهاده اعلاء كلمة لا اله الا الله. ولكننا سمينا كل شيء شهيدا حتى من مات وهو يطبخ سنسميه شهيد المطبخ شهيد الفن. اي فن هذا الذي له شهداء؟ شهيد الفن. الفن الذي يفسد الاخلاق ويحطم القيم. اتعلمون ماذا كانت وصية شهيد الفن هذا؟ كانت وصيته ان يبنى له قبر باحد عشر الف جنيه. قبر باحد عشر الف جنيه مصنوع من الرخام. قبر مصنوع من الرخام باحد عشر الف جنيه. ومنذ يومين سقط بيت على اسرة بائسة. هذه الاسرة ماتت امها واولادها الخمسة تحت سقف بيت منهار. وانا اعرف هذه الاسرة اعرفها جيدا. ماتت الام وخمسة من اولادها وكانوا لا يجدون القوت الضروري في حياتهم. وهذه حياة البعثاء في بلدنا. يعيشون غرباء ويموتون غرباء. يعيشون لا يجدون الغذاء. واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء. واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء. هذه الام التي ماتت جاءت ذات يوم لنشتري لها حصيرا تنام عليه مع اولادها. شهيد الفن يوصي ان يدفن في قبر مصنوع من الرخام الخالص. ويوصي وصية اخرى ان يدفن العود معه. شيء عجيب. ما وظيفة العود داخل القبر؟ اذا قال لك الملكان من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم اتكون اجابتك عزفا منفردا على العود؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ انها امور تحار فيها عقول المفكرين. قبر باحد عشر الف جنيه
وفي مصر من البؤساء ما لا يحصي عددهم الا الله. قبر فيه الصراحة وفيه حمام وفيه سجاد وفيه طقم من الكراسي وفيه تليفون. ان الرسول حرم على القبور ان تطلى بالجير، وحرم على القبور ان تشعل فيها الانوار لان نورها داخلها، لا تطلى لان نعيمها داخلها، ليس نعيمها ظاهرا انما نعيمها باطن، ليس نعيمها تراه العيون، ان محيط ما وراء الطبيعة، وان عالم البرزخ اعنف من ان يمخر عبابه سباح ماهر. لو ذهبت الى ميدان الوبرى ووقفت امام سينما اخرى ورأيت رملاء الشرطة يستعملون الاحزمة والامن المركزية يرابط، وسألت ما هذا؟ هل صدرت الاوامر الى الامن المركزي بالتحرك الى تل ابيب؟ لا. هل استعدت القوات كلها لتقصف بالمدفعية البعيدة مدن اسرائيل الباغية الطاغية؟ لا. اذا فما الذي حدث في ميدان الاوبرا وامام سينما اوبرا؟ الذي حدث ان الشعب وقف طوابير طولها شهر وعرضها عشر. لماذا؟ يشترون الدجاج المحمص؟ لا. يشترون الدقيق السمنة؟ لا. اذا فماذا؟ يقفون طوابير امام فيلم اسمه البطنية، فيلم البطنية، حيث تقوم المربية الكبيرة نادية الجندي برص جوزة الحشيش للعبقري البارع محمود ياسين بطل الابطال محرر القدس فاتح الاندلس، فاتح الاندلس بطل الابطال، وبجانبهما وحش الشاشة فريد شوقي، فريد شوقي وحش الشاشة بجانبهما ياخذ نفسا طويلا ثقيلا، نفس جود بلجود من شيشته بالحشيش، نعلم اولادنا كيف يشربون وكيف يطربون، والمسجد الاقصى اسير. يرحم الله صلاح الدين. يرحم الله صلاح الدين. صلاح الدين جلس ذاك يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه، فدارت بينهم دعابة، فضحكوا ونظروا الى وجه صلاح الدين فوجدوه مكشرا عن انيابه لم يظهر، فسالوه: ايها القائد، لقد ضحكنا فلماذا لم تضحك؟ اتدرون ماذا قال لهم؟ قال: استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. لهذا الممثل الساقط، ممثل ساقط في مسرحية تسمى الجوكر، أتدرون ماذا قال هذا الممثل؟
ممثل وهو يداعب فتاته الساقطة لم يجد من يهزأ به الا انا. قال لها اسمعي، ان هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك، وهو طبعا كلام الحب والغرام، ساقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم اهديه الى الشيخ كشك. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه يا ايها الساقط؟ يكفينا شرفا وفخرا اننا لا نمثل على خشبة المسرح، انما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه اشرف الخلق اجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا اننا لا ناكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التافه؟ ان كنت تهدم النفوس فان الشيخ يبنيها، وان كنت تحطم الأفئدة فان الشيخ ياخذ بها الى رفعة السماوات العلى. ما للشيخ وهذا الكلام؟ ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة قادمة الينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية اول ما تخطط تدعو الى تحقير علماء المسلمين. فاذا ما حقر العالم، واذا ما حقر الامامة، واذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني اقول لحضراتكم ان سفينة الاسلام سائرة سائرة سائرة، وان القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ انها سفينة الحبيب محمد، انها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواصف ومهما قال المستهزئون ومهما قال الساخرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله. محمد رسول الله. استيقظوا ايها المسلمون، فاليهود قادمون، والشيوعية تذبح العلماء، والصليبية من وراء هذا كله. وبعد ذلك اطالع في الجريدة بالامس التلفزيون العربي يحتفل بعيد ميلاد. ميلاد من؟ ابو بكر الصديق، عمر، خالد، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز. التلفزيون المصري يحتفل يوم الاثنين القادم بعيد ميلاد الفنان حماد حمدي رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. فنان عماد حمدي ولد رضي الله عنه في 24 نوفمبر سنة 1909 بمدينة سوهاج، ثم عمل وكيلا للحسابات في استديوهات مصر. قدم الفنان الخالد رضي الله عنه للإسلام 350 فيلما، اشهرها فيلم المذنبون الذي حاز عليه الجائزة، اخذ الجائزة عليه. والله يعلم ان هذا الفيلم جنسي صارخ. احتفلونا بعيد ميلاد الفنان العيد 71 اطال الله عمره.
وبارك الله لنا في جهاده، فهو صاحب الايد البيضاء، هو بطل حطين وبطل عين جالوت ومحرر القدس. اسألوا الشباب، من بطل موقعة القادسية؟ من بطل موقعة سهوان؟ من الذي خاض موقعة حطين؟ من الذي وقف امام التتار في عين جالوت؟ من بطل موقعة اليرموك؟ اسألوا الشباب. لقد سئل احد الشباب في امتحان شفوي، ماذا تعرف عن قرطبة؟ وقرطبة عاصمة الاندلس التي سقطت في ايدي الصليبيين، اتدرون ماذا قال الشاب؟ قال انها صحابية جليلة حضرت المواقع كلها مع رسول الله ما عدا غزو تبوك. وانا اطالع صحف الامس شعرت بمرارة مريرة، وعرفت الى اي درك انحدر المجتمع. احدى الممثلات بطلت فيلم وسقطت في بحر العسل اسقطها الله في قاع جهنم، اعلنت منذ ايام اعلنت انها قررت ان تتزوج وان تستقر في بيتها، ثم بعد ذلك بينت شروط الزوج الذي ترضاه لها زوجا، وفي ظرف ستة ايام. اتدرون كم عريس تقدم لها؟ اتدرون كم عريس تقدم للسيدة نبيلة عبيد رضي الله عنها؟ اتدرون كم عريسا؟ انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة. 124 عريس في 6 ايام، منهم الطبيب والمهندس والمحامي والثري والعمدة. خيبك الله يا حضرة العمدة، خيبك الله يا حضرة العمدة. ولذلك فأنا أتوجه بهذا السؤال لطلبة الصف الخامس في المرحلة الابتدائية، امتحان في الرياضة والعربي، في واحد رغبت احدى الممثلات في الزواج فتقدم لها في 6 ايام 124 عريسا. المطلوب كم عريسا تقدموا لها في اليوم الواحد؟ جيم واحد. عدد العرسان شرط فيه 124 على 6، 12 على 6 ثاني 2، 4 على 6 ثاني 0، 20 عريسا في اليوم الواحد، ويبقى 4 خرفان. ما هذا؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ ان المرارة كلها تنتابني. 124 عريس لممثلة، بينما اقسم بالله والله على ما اقول وكيل، يأتيني آباء كرام النبلاء يشكون ما يلاقونه في زواج بناتهم المحتشمات. هذا عنده 4 بنات، وذاك عنده 3، وذلك عنده 5، يشكون لأن أحدا لا يترك الباب عليهن. لماذا؟ لأنهن لسن مطربات ولا راقصات ولا ممثلات، ولم يسقطن في بحر العسل. أهذه القيام؟ أهذا مجتمع؟ أهذه نفوس؟ والله ما هي بنفوس، إنما هي قلوب مرضة. فماذا قالت السيدة المخطوبة بعد ان سرق بابها 124؟ ماذا قالت؟
قالت انني ساقرر الحكم في هذه المسألة بعد الفراغ من فيلمي ما يزال التحقيق مستمرا، وساذهب بعد انتهاء الفيلم الى اين؟ الى مكة، الى المدينة. لا يعرفون هذه الاماكن، انما ساذهب الى لندن وباريس للاستجمام. لندن وباريس على حساب من؟ على حساب الجياع، على حساب العراة، على حساب الكرم. صبرنا الى ان نل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا او بعده ينزل الامر. فكان غدا شهرا، ولو مد حبله فقد ينتوي في جوف هذا الغد العمر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله، فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عرفت لمصر، عرفت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر وسط النور. ويحك يا مصر، عرفت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر وسط النور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. سيدنا نبيل عبيد تتوجه بسلامة الله الى لندن وباريس للاستجمام بعد ماذا؟ بعدما خاضت الحرب العالمية، بعدما حررت المسجد الاقصى، بعد ماذا؟ بعدما هزمت اسرائيل؟ لا، بعدما تفرغ من فيلمها الشهير ما يزال التحقيق مستمرا، تذهب الى هناك للاستجمام. وتأتيني رسالة من امام مسجد كفيف البصر، يعمل في قرى ويسكن في شبرا، ويركب القطار قطار حلوان وهو كثيف البصر، ويكاد يهوي تحت عجلات القطار لولا ان تداركه الحق بلطف بره. نبيل عبيد تذهب الى لندن وباريس، وامام المسجد الكثيف لا يجد من ياخذ بيده الى بيت الله. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة وقصر مشيد. الذين يدفعون للراقصة مني 45,000 جنيه في شهر رمضان، في شهر رمضان يقف اليوم الواحد 1,500 جنيه، تقدم لي كل ليلة 10 دقائق، والجياع يقفون ترابير على ابواب الجمعيات الاستهلاكية الحرامية الاشتراكية الالحادية الملوخية والمهلبية. اما كان فقراء المسلمين اولى 45,000 جنيه تكسى بها عوراتهم، تسد بها جوعاتهم، يوضع بها الأحذية في أقدامهم، ينفذ بها أي مشروع للخيرات مني؟ بعد أن تقدم الفوازير ستتوجه بعناية الله إلى لندن لتستجم، فقد فتحت بيت المقدس، اعادت المسجد الاقصى الى المسلمين. ولما رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا اسفا كم يظهر النقص فاضله. ما هذا يا شعب مصر، يا شعب نيلي، يا شعب نيلي وزيزو،
يا شعب الاهل والسمال. الى متى؟ الى متى هذا الخنوع؟ الى متى هذا اللهو؟ الى متى هذا اللعب؟ فاسألوا الذين يجاهرون بالافطار في طرقات المدن، واسألوا الذين يعلنون الحرب على الله في المصالح الحكومية، واسألوا الذين لا يراعون لذات الله حرمة، واسألوا شارع الخرم الذي يبيت حتى الصباح في سكر وعربدة في شهر انزل فيه القرآن. يا حكومة مصر، هل يليق بكرامة رمضان ان يعلن التلفزيون الحرب على الله في رمضان؟ ايليق هذا؟ ايليق هذا بالاسلام يا وزير الاعلام؟ ايليق ان يكون لملي نيلها الله بستين نيلة؟ ايليق ان يكون لها في رمضان من الفواسير ما لا يقوى مسؤول على تغييره؟ ما هذه النمل التي لزمت رمضان لزوم الهلال؟ صوموا للفواسير وافطروا للفواسير. حرب على الله، حرب على الله، حرب على الصائمين. الفلوس عندنا بتمشي في الحديد، ولذلك نشرين ده النهار ان في واحدة مطربة رفعت على واحد بتاع طعمية دعوة، وقالت ان الزيت بتاع الطعمية لما بيطلع من تحت بيجي على الحنجرة الذهبية تتأثر في الحنجرة، وبعدين حققوا في المحضر وسحب الرخصة من بتاع الطعمية. ودي في قرار السحب ايه؟ ينبه على بيع الطعمية ان يقتصر على بيع الفول فقط، انما الطعمية اللي بتطلع زيت والزيت بيأثر على حنجرة الزيت فما بتعرفش تقول يعني يما القمر على الباب، فبلاش بلاش الطعمية، احنا عايزين نسمع القمر على الباب. امريكا وصلت للقمر فوق واحنا لسه القمر بتاعنا لسه مركون على الباب، والحاجة اللي يعني حاجة تحج الزاهية وبس، يعني حاجة غريبة. بتقول لها تفتحيله الباب ولا نزيله؟ يعني انت حرة يا تقوم تفتح لي ولد الصايع اللي على الباب برضه خليه يا قوم انا افتح له غصبك عن غصب عنك وعن بابا، يعني خلاص. ولذلك كل ما تسمح في الاذاعه المذيع يقول للست انت متجوزه يا ست، تقول له يا استاذ طيب انت بتعملي موظفه؟ تقول له لا. يوم يزعل قوي يقول لها ازاي انت ما انتش موظفه، انت ما عندكيش حريه اقتصاديه. هي لا عارفه حريه اقتصاديه ولا اقتصاديه، هي تصرفها بهذا بيفتحوا عينين النساء للتمرد على الرجال. يعني واحده خايفه على الحنجره تسحب رخصه من بتاع الطعميه. قلت الله يرحم ايام زمان قعدنا 15 سنه في الازهر او يزيد، فاضل بنت وبنت والشنجي كله طعميه والحنجره مع ايه يعني بحسب الحنجره؟ قال يعني خلتينا كنا بنذاكر فلسفه ابن رشد على حراره الطعميه. انما فيها ناس بتحب تتدلع، فيها ناس مش عامله انهم عايشين معانا في مصر، لا عايشين في باريس. ولذلك الواد اللي بيغني الاغنية اللي ملهاش طعم ولا معنى افتحت بتاعت التحم بهدي، جايبين عنه كلمة الاسبوع اللي فات انه بيبنى عمارة في المعادي. قلت سبحان الله، اهو ده الكلام اللي بيبنى عمارات وركب مرسيدس، ومش مرسيدس بس، مرسيدس خنزيرة خنزيرة، ولا بد تقول من خنزيرة كده يعني حمرة. ها اهو ده الكلام اللي بيركب مرسيدس، ايه التحم به معناها ايه؟ ما تعرفش. وكل الشباب يحفظ هذا الكلام، وتبص تلاقي الشباب ماشي في الطرق عمال يردد القبلات ورا بعضها، اني اغرق اني اغرق لو كنت اعلم ان الحب مش عارف صعب جدا ما احببت وخطل. يا ابني اقرا قطعه نصوص تنفعك في الامتحان. يا ابني لو كنت اعلم ان الحب خطير عمري ما حاجه في الامتحان يقول لك اعرف ما ياتي ابدا.
ابدا. ايه يا ابني انت بتحفظ ايه يا ابني؟ حرام عليك. لما الطالب بيقف يكتب رسالة غرام اللي بيمشي معاه يوضح لك ويقعد يقول لها مش عارف عيناك ايه وشعرك ايه وقتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك والفراشات ملت الصخرة لما حدثتها الانسام عن شفتيك. ويدخل امتحان الانشا اكتب عن ما في فلسطين يحط راسه في الطين. ما تكتب يا ابني ما تكتب. هذا وحل ما بينزلش عليك الا لما بتكتب غراميات. ايه ده؟ وحد الله لا اله الا الله. تقرأ العجب وانت تطالع الصحف. شاب يعرض مشكلته، شاب جامعي يعرض المشكلة في جريدة الاهرام يوم الخميس قبل الماضي. يقول انا من اسرة مكونة من 800 ابناء واب وام، احيل اب الغفير الى المعاش والمعاش 10 جنيهات، وانا طالب في كلية الحقوق اذا وجدنا الغداء لا نجد العشاء. لله يا محسنين لله. بجانب هذه المأساة تجد سيجارة مرسومة مكتوب فوقها عمر الشريف يقول سيجارة كيم هي التي تناسب اسلوب حياتي. سيجارة كيم هي سيجارة المذاق العالي والذوق الرفيع. يا سلام. سيجارة كيم، سيجارة كيم يا اهل التدخين. عمر الشريف ومن عمر الشريف هذا؟ اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وظهر على شاشات الفساد عندنا بسبب قبلة. ما دخلنا بعمر الشريف؟ وعمر الشريف رجل كان يهوديا وتظاهر بالاسلام واحتضنته كاميرات الاعلام الزائفة المضللة في بلد عز فيها الاخلاص ومات فيها المخلصون. ما عمر الشريف